مرحبا بكم من جديد مشاهدي الاعزاء، وان شاء الله ربنا يصلح الحال ونجيف ايد على ايد ونساعد كل اهلنا في كل مناطق السودان المختلفه. من على شارع النيل الان معنا الزميله زحل موسى والموقف الان. مرحبا بك زحل، صباح الخير. أكيد في الاستوديو نحييكم في هذا الصباح من على ضفاف النيل الذي يفيض محبة وسلام في السودان. نتمنى أن يحفظ الله البلاد والعباد. لعل في هذه الفترة الجهود تتضافر حكومة وشعبة كذلك شيبا وشبابا لهذه المرحلة، مرحلة يمر بها السودان تحتاج إلى عملنا جميعا. نحييكم في هذه المرحلة الزملاء وفي هذه المساحة من خارج الاستوديو برفقة نماذج من شباب بلادي الذين يعملون لخدمة إنسان السودان في هذه الفترة. أسعد أن ألتقي بشباب مبادرة تشابك الخيرية، معي ممثلين من هذه المبادرة. من على ضفاف النيل ألتقي بالشابة ملاذ زاهر طيب ممثل هذه المبادرة. ملاذ مرحبا بك وسعيدين نلتقيك اليوم عبر فضائية الخرطوم. صباحكم خير وعافية، سعيدين باستضافة قناة الخرطوم، وبتمنى أنه الوضع يتصلح وبإذن الله تعالى. بكل تأكيد الوضع حيتحسن بعملكم وبجهدكم كشباب في السودان. بتأكيد معك حنتعرف على هذه المبادرة وأيضا على ما تقوم به لإنسان السودان وللمناطق المتضررة بالسيول والفيضان لهذا العام. أيضا معي الشاب إدريس عبدالله. إدريس مرحبا بك عبر فضائية الخرطوم. مرحبا بكم، شكرا لكم على الاستضافة الجميلة، وربنا يسهل إن شاء الله ويساعدنا كلنا إنه نضافر جهودنا عشان نغطي المتضررين من الأمطار والسيول إن شاء الله. إن شاء الله، واضح إنه هذه المجموعة الشبابية هي من الجنسين الشباب والشابات، مجموعة متكاملة من الاسم بتأكيد تعبر عن المضمون تشابك الخيرية، تشابك لأيدي الشباب لخدمة إنسان السودان. لابد لنا في هذا الصباح أن نعرف المشاهد ونعرف إنسان السودان بهذه المبادرة التي تحمل الخير بإذن الله. مبادرة تشابك هي مبادرة أنشئت حديثا بسبب الحالة تحت السيول والأمطار اللي بتمر بها البلاد. بتتكون لنا من 7 أقسام، 3 منظمات، 3 مبادرات وجمعية خيرية. هدفهم أنه يوصلوا الإغاثات وتسيير قوافل متكاملة للمناطق المتضررة بإذن الله. إن شاء الله كل التوفيق، وأيضا أهداف واضحة لهذه المبادرة. تشابك معناها مجموعة للأيادي المختلفة، ونحن دائما متعودين في السودان في المواسم الصعبة الشباب بيتشابكوا مع بعض في أي عمل خيري، في منظمات كثيرة جدا، في مبادرات شبابية أخرى. إذا تعرفت أكثر على الاسم، هل هي مجموعة بتاعت جمعيات صغيرة أم هي جسم كبير بيحتوي مجموعة من الشباب في السودان؟ هو جسم تكون بمنظمات، في منظمات منهم مجموعة كبيرة، في منظمات أو مبادرات عندها شغل سابق كان عملته على أرض الواقع. فهو في النهاية الأجسام دي كلها كان هدفها حاجة واحدة، إنها تقدم الإغاثات بالنسبة للمتضررين بتاعنا الأمطار والسيول. فبناء على الكلام ده المنظمات الثلاثة والمبادرات الثلاثة والجمعية الخيرية زي ما بادرت ملاذ، إنه هي كونت المبادرة بتاع التشابك عشان تغيص المتضررين بتاع الأمطار والسيول، وفاتحة أصلا الباب قدام كل المنظمات والمبادرات الأخرى إنها هي تنضم لها، بحيث إنه كل ما الجهود تضافرت أكثر هي الدعم يكون وصل بصورة أكبر. المبادرة يا ملاذ هي بدت مع الموسم، ويمكن الحاصل هذه الفترة إنه يعني الحدث هو غير الأحداث الماضية. إحنا متعودين كل موسم في الخريف في حالة من النفير، في حالة من العمل الدائم، لكن هذه المرة يعني إعلان حالة الطوارئ في السودان لمدة 3 أشهر، يعني هذه تحتاج لتضافر جهود كبيرة جدا مننا كشباب وكناس في السودان بنعمل لخدمة بلدنا. يعني فعايز أتعرف على إنه يعني مدى القبول وجدتوه من قبل الشباب وتفاعلهم معكم، بتأكيد انتم محتاجين لدعم مادي وكذلك دعم معنوي. حاليا هو تم تقسيم الشغل الإداري وجمع الاحتياجات بين المنظمات والمبادرات المشاركة، بحيث انه اي منظمة او مبادرة تتكفل بحاجة من الاحتياجات، مثلا المنظمة تتكفل بالمواد الغذائية، بالأدوية، بالتيم بتاع الإسعافات. ثاني بالنسبة للشغل الإداري، اي منظمة هتكون شغالة في جزء من انها توفر الطراحيل، تتواصل مع المنطقة، في جزء مسؤول من المسح للمناطق المستهدفة وجمع الداتا، عشان بمجرد ما نخلص من المنطقة دي حننتقل لمنطقة أخرى متضررة بإذن الله تعالى. بالنسبة للقبول، وجدنا قبول كبير جدا، تواصلت معنا كثير من المنظمات، بحيث إنه لما ننتقل للمنطقة القادمة بإذن الله تعالى هتكون معنا بإذن الله تعالى.
ان شاء الله كل التوفيق. ادريس ملاذ تحدثت عن انه يعني الان العمل تم تقسيمه بشكل جيد والفتره الجايه تحتاج الى عمل اكبر، وبالتاكيد انتم محتاجين لانه يعني يكون معكم اكبر عدد من الشباب وايضا اكبر عدد من الجهات الداعمه. حرصكم على انه هذه المبادره تصل الى الجهات الرسميه، لانه بالتاكيد نحن في فتره انتقاليه في السودان، كل جسم بيحتاج الى دعم. هو بالتاكيد احنا مستهدفين يعني نوصل للجهات الحكوميه المسؤوله، لكن هي ما الوجهه المحدده اللي احنا مستهدفينها. احنا مستهدفين حتى منظمات العمل الطوعي وحتى المبادرات الخيريه، حتى الشباب بتاع الاحياء ذاتهم يعني هم بيكافحوا لمده سنتين في انهم يغيثوا البلد في اي حاله بتاعه طوارئ او اي حاله بتاعه ازمه. فحاليا البلد في حاله بتاعه ازمه، ويمكن كلنا شفنا انه الشباب اول ناس هم تصدوا للمرحله دي، فيبقى احنا جينا عشان ندعم الشباب اكثر وعشان الشباب ذاتهم يساعدونا اكثر، واحنا جزء منهم اصلا في الاول والاخير يعني. أكيد إحنا الشباب حنعمل مع بعض إن شاء الله لنعبر من هذه المرحلة ببلدنا الذي يستحق الكثير. ملاذ يعني بتأكيد إنه الآن عملتوا مسح، حددتوا المشاكل، عايز أعرف شنو المتوفر لكم حتى الآن وشنو المحتاجينه الآن ونحن عبر فضائية الخرطوم. حاليا وفرنا جزء كبير من المواد التموينية، وفرنا جزء كبير من مصل العقارب والأدوية، بس زي ما أنت عارفة إنه في مشكلة في الأدوية وتوفير الأدوية، ففي قلة في الأدوية حاليا، بالإضافة للمشمعات والخيام. دي احتياجات نتمنى إنه يعني تجد الآن الدعم من جهات وتجد أيضا من الخيرين، لأننا نعمل سويا لخدمة بلد واحد السودان. إدريس إن كان هناك أيضا إضافة في مسألة الاحتياجات، مسألة المعينات المتوفرة الآن، مسألة المناطق المستهدفة في المرحلة القادمة من قبل. والله يا استاذ انا عن طريق قناتكم ان شاء الله انا بوجه رساله لكل المنظمات بتاعه العمل الطوعي وكل الشباب وكل المؤسسات الحكوميه ذاتها، انه حتى لو احنا قدرنا نغطي جزئيه كبيره هو ما زلنا احنا محتاجين، يعني ما ان احنا هي الاغاثات ان شاء الله محتاجه انه تدعم بصوره اكبر من كل النواحي، مواد غذائيه، خيم، مشمعات، هي الحاجات اللي احنا ما يعني بنوفرها لكن ما بنوفرها بالاحتياج بتاع الناس كلهم، خاصه انه احنا ما مستهدفين منطقه بعينها، احنا مستهدفين عده مناطق في ان شاء الله بحلول نهايه الطوارئ او نهايه الخريف ده ان شاء الله احنا متوقعين انه احنا نكون غطينا اكبر كميه ممكنه من المناطق المتضرره. فاي نوع من الدعم المادي العيني حتى الحياه حتى الاشخاص ذاتهم ممكن يساعدونا، احنا مستهدفينهم والله وفاتحين الباب مباشره قدام اي زول انه ينضم لنا ان شاء الله. ان شاء الله نحن ايضا نفتح معكم الباب لهذه الايادي اللي تتشابك من اجل السودان واحد. شكرا جزيلا الشابين ادريس عبد الله ادريس وملاذ ظاهر الطيب، هم نموذج من مبادره تشابك الخيريه، وهذه المبادره هي نموذج من مجموعه من المبادرات الشبابيه التي تعمل بالروح الوطنية الخالصة لخدمة إنسان السودان في هذه المرحلة. نحييكم الزملاء من ضفاف النيل الذي يفيض محبة وسلام ومنيات الخير لأهل السودان في هذا الصباح. العودة مجددا للزملاء في الاستوديو، رشا ومشاعر إليكم.